الكلام ده. يا إخوة أجد أننا في حاجة جديدة إلى تعريف معنى الثورة المصرية، لأننا أمام عملية تضليل وتزييف وعي كاملة، وبالأخص لمعنى الثورة وبالأدق لمعنى الثورة المصرية. هناك من يعتبر أن هذه الثورة كانت لمجرد إطاحة بسيناريو التوريد، وهناك من يرى أنها كانت لمجرد إبعاد مبارك عن الحكم، وهناك من يرى غير ذلك من المفاهيم الجزئية للثورة. بينما الحقيقة التي يجب أن نعيها أن هذه الثورة التي تعد أعظم وأهم ثورة في تاريخ مصر كلها، ولن نجانب الصواب إذا قلنا أهم ثورة في تاريخ المنطقة والعالم، هذه الثورة كانت في مقدمة أهدافها أنها ثورة على عملية اختطاف كاملة للشعب المصري تمت خلال 60 عاما. وخلال 60 عاما نعني أنه خلال 60 عاما من حكم العسكر. هذه قاعدة أساسية يجب أن تكون واضحة اليوم، ونحن نسعى إلى تفعيل واستكمال نجاح هذه الثورة. هذه الثورة لن تنجح بالتأكيد إذا اكتشفنا أننا بعد أسبوع أو أسبوعين أمام ضابط جديد، وربما كان هذا الضابط ضابط طيار تلميذ لمبارك، وإذا كان مبارك هو أسوأ الضباط الذين حكموا مصر، فإن بالتأكيد شفيق هو أسوأ من الأسوأ، لأنه تلميذه ويعتبر أن مبارك هو مثله الأعلى. هذه حقائق يا إخوة يجب أن تكون واردة، أننا أمام مرحلة يجب أن نقطع فيها استمرار حكم العسكر لمصر، لأننا يجب أن يكون حاضرا أمامنا أن هذا الحكم قد أوصلنا إلى مرحلة من الضياع والتشتت وإهدار الموارد وتضييع المقدار والقيمة الاستراتيجية لمصر وقيمتها وقدرها على مستوى المنطقة بل على مستوى العالم. هذه أمور يجب أن تكون مرصودة ومحسوبة اليوم. يجب أن نعلم أننا قد وصلنا اليوم في ظل 60 عاما من حكم العسكر إلى أعلى معدل فشل كلوي في العالم، أعلى معدل سرطانات في العالم، أعلى معدل فيروس سي في العالم. ولا حرج أن تتحدث عن البطالة، ولا حرج أن تتحدث عن الأمية، لا حرج أن تتحدث عن ملايين تعيش في عش الصفيح، عن ملايين تعيش في المقابر، بعد أن كانت مصر أو في الوقت الذي فيه مصر تعد من أغنى دول المنطقة بلا جدال. والذي يريد أن يتأكد من ذلك يراجع أهم وآخر تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص، والذي أكد أن مصر قد نهب من ثرواتها خلال 15 سنة فقط الأخيرة ما مقداره 5000 مليار دولار، منهم 500 ألف مليار أموال نقدية، والباقي ثروات سواء كان ذهب أو أراضي أو سيطرة على ممتلكات في مصر. الخارجية الأوروبية تقرر أن هذه الأموال كانت تكفي لجعل مصر تعيش مثل أغنى الدول الأوروبية. ها هي اليوم تعيش مثل أفقر دول العالم وليس أفقر الدول الأوروبية.